بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم لقاءنا شوية مختلف، طبعا من أقرب اللقاءات إلى قلبي لأنه سيدي عمر زي ما أقول أنا دائما يعتبر ولد والدي الثاني، عمر صالح حمادي يسلم بصمر. يعني بعمري أنا ولادة 85، هو تزوج أختي الكبرى عام في رجب 1385، أنا ولدت في القعدة عام 1385، فتربيت بين بيت والدي وبيت أختي ابن عمي عمر صالح حمادي إسلام الرحيم. وكان يبعد البيت عن بيت الوالد عن بيته كلها تقريبا، إذا قلنا مثلا 30 متر حوالي 50 متر، يعني أنزل من بيتي وأعدي زقاق بن حمدون من بيت الوالد بيتنا الكبير اللي في البرحة سوق الخميس، وعدي أخذ زقاق بن حمدون وبرمع من بيت عيد وبيت القطان ويجي بيته على اليسار، البيت اللي كان يسكن فيه آل الماردين الكرام في عهد سابق، أحد بيوتنا في زقاق شمس، تسموه زقاق شمس في حارة أسفل. هذا سيدي عمر، الأستاذ عمر صالح حمادي يسلم، الآن يسكن جدا لي 6 سنوات، انتقل من الطائف بحكم القرب من الأهل ومن الأخوات ومن الأخوان، واليوم طبعا من اول احاول معاه اني اسوي لقاء معاه واستجاب اليوم. طبعا ما يقدر زي ولده انا، الله يعطيه العافيه. ونبدا معاه. سيدي عمر، انت ولادت زي ما شفت في الكتاب عام 1359 60 هجريه، يعني ما شاء الله الله يعطيك الصحه والعافيه. الان ما شاء الله تقريبا 77 عام 78 عام، طولة العمر إن شاء الله بصحة وعافية يا رب. جميل إن شاء الله. الله يسلمك. سيد عمر، حكينا عن أو قصة لنا بداياتك، يعني تربيت أنت والدك عم صالح حمادي يسلم كان يعمل كان يعمل فين؟ البلدية. في البلدية بعدين وفي التجارة شوية، وتوفى وأنت عمرك تقريبا لم تتوظف؟ لا لم تتوظف، ولسه ما لحق زواجك؟ لا ما لحق زواج. طبعا انت خوالك، من خوالك؟ العصمة اللي فين؟ اللي في جبيل. مين خلانك يا جد محمد وجد حميد العصيمي؟ نعم. ابنائهم؟ ابنائهم جد محمد وولده صالح، نعم، وولده خلف وناصر. ما شاء الله. ما شاء الله. اعطينا بداياتك، طبعا كل ولادتك في الطائف وسكنك في الطائف. سكن في الطائف. اول ما اتولدت في تربيت في اي بيت؟ في زقاق شمس قلت لي؟ لا، ها، الجفيجف. في الجفيجف. ايه. عند خوالك؟ عند خوالي. ايه. وبعدين جيت بعدين اخذني ابوي. نعم. في بعد ما توفت امك؟ ايه. صرت بين عند خوالك وبين ابوي. الله. وبين ابوي في حاره اسفل في الطائف. نعم. في بيت اكون في زقاق شمس جوار بيت عيد ومن بيت عمي حسين ويمها في بيوتنا في أوقافنا. الدراسة حكيني عنها، فين درست؟ في المدرسة السعودية. في المدرسة السعودية. السعودية. فين كان موقعها؟ موقع باب الريع. فين؟ أوصف لنا زيادة. قدام القلعة حقت الجيش. الجيش، يعني نفس شارع هدية اللي هو الآن. إيه؟ عند المواقف السيارات. إيه؟ الدكاكين المقفلة هذه في شارع هدية في صف. إيه؟ بيوت رزيق. إيه؟ المدرسة السعودية كانت. السعودية. مين كان مين كان مديرها؟ مديرها الأستاذ حسن الطف. حسن الطف. مين معاه يعني تتذكر؟ الأستاذ عبد الله سحرة. إيش، مشرف أو نائب أو أستاذ؟ لا، عبارة مشرف وعن بار عن مراقب عن بار وكيل. نعم. 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 ومين كمان تذكر من المدرسين؟ في والله في كثير يعني، بس أذكر في الدكتور الأستاذ يعقوب بخاري. يعقوب بخاري. إيه. إيوه. هذا اللي كان شديد علينا. إيه. كان مدرس. نعم. في أستاذ كثير يعني ما كان. نعم. الفصول يعني كانت كثيرة في ذاك الوقت؟ الفصول كانت كثير. درست لحد رابعة ابتدائي. رابعة ابتدائي. بعدها؟ بعدها تركت الدراسة. نعم. وتوظفت ولا ايش؟ لا ما توظفت. ايه. كنت اشتغل في التجارة يعني. ايه. متى توظفت؟ توظفت. أول وظيفة هي لك بالبريد؟ أول وظيفة لي بالبريد. نبدأ الحين في البريد. قعدت قلت لي كلمة أو حديث استغربته أنا، قلت لي اشتغلت في البريد قديش؟ يعني في البدايات قلت لي اشتغلت بدون راتب. بدون راتب. نعم. كم سنة؟
والله يمكن اخذت سنتين تقريبا كده. تروح كل يوم وبدون راتب؟ كل يوم اجي. مين كان وبعدين لين جاك جاتك الوظيفه؟ بعدين جاني. مين كان في ذاك الوقت مدير البريد؟ وفين كان البريد؟ مدير البريد كان انور بحري. انور بحري؟ مدير ال ايش؟ مدير البرق والبريد والهاتف. الثلاثة كلها، البرق والبريد والهاتف. أنور بحري. أنور بحري. البريد مين مديره؟ مديره بريد حسين سلم. إيه، عم حسين. ومدير البرق؟ مدير البرق سعيد حمزة. سعيد حمزة. سعيد بحري، سعيد بحري. سعيد بحري. مدير الهاتف سعيد حمزة. سعيد حمزة، نعم. فين كان البريد في ذاك الوقت؟ كان البريد في بيت حمدان. بيت؟ بيت حمدان. بيت حمدان اللي فيه اللي عند بركه القزاز اللي امام الهادي. كان عباره عن دورين ولا كيف؟ لا، عباره عن ثلاث ادوار. ثلاث ادوار. بيت حجر قديم؟ بيت حجر. اي، كله فيه البرق والبريد والهاتف. كان البرق والبريد كله. والهاتف كله، يعني كل دور مثلا ياخذوه اداره معينه. بالضبط. سيدي عمر، انت قلت لي توظفت البريد يعني حوالي 20 عام تقريبا، توظفت تقريبا عمرك كذا؟ يعني قبل ما تتزوج بكم؟ انت تزوجت عام 1385. يعني قبل ما انا دخلت البريد وتعينت فيه يعني قبل يمكن حوالي 20 سنه تقريبا قبل الجواز. لا، 20 سنه يعني تكون 85، يعني 61، عمرك 25 سنه. اي، يعني يوم توظفت عمرك 20 تقريبا. 20 سنه. نعم. كم خدمتك في البريد ككل؟ كم مدة خدمتك في العمل؟ 38 سنة. نعم. وثمانية أشهر. وثمانية أشهر، 38 عام وثمانية أشهر. إيه. عام كم تقعدت من البريدة؟ عام 1419. عام 1419 هجرية، يعني حوالي لك 18 سنة. تبع 17. 17. حنشوف دحين الصور حق التقاعد وحق الآن. مين كان معاكم في البريد؟ في البريد أنت فين كنت اشتغلت تدرجت؟ اشتغلت أول حاجة في الطوابع. نعم. مين معاك كان في الطوابع؟ كان معايا سعد الغامدي. نعم. سعد سند الغامدي، وكان عبد الرحمن شلوال معايا، وكان معايا اللهم صل على سيدنا محمد محمد صالح الشمراني. نعم. نحن حوالي أربعة تقريبا. إيه. لكم رئيس أو كذا؟ لا، نحن مجموعة مع الطوابع. رئيسنا هو حسين اسلم الله يرحمه. نعم، مدير البريد. مين كان معاكم من الشخصيات اللي في البريد رحمة الله عليهم تذكرهم يعني في البريد في ذاك الوقت؟ كان معانا عبد المعطى بن حمود. ايش؟ خليل العرب. النفيعي. خليل العرب. خليل العرب. يوسف ياسين. نعم. ايوه، اللهم صل على سيدنا عمر بن عمر. عبد يسلح. الله حاسن. نعم. كانوا كلنا معانا في البريد. طبعا حسن يسلم. وعم حسن يسلم هذا في القسم الثاني حوارات. لا، الحين نتكلم البريد ككل. كان يعني حسين حمدان، وكان عم حسن اسلم، وكان عبد الله حلواني، وكان عبد الله وزنه، وكان احمد اسلم، وكان حماد اسلم، وكان عبد المعطي بن حمود، وكان عبد الله صعصوع. ايوه صعصوع. وعم جابر. وكان عبد الكريم النخلاني، وكان عدو خذري، وكان مجموعه كبيره يعني. وعم جابر الوقداني. وعم جابر الوقداني كان. اي صح. انا اذكرك اخر الايام يوم انتقلت، وكان عم جابر رئيس القسم تقريبا معاه. رئيس القسم. نعم. قسم ايش هو؟ قسم التنفيذ. لما نقلته للسليمانية. ايه. قسم التنفيذ. طبعا كم قعدتوا في المبنى اللي في بيت حمدان اللي هو جوار المسجد الهادي تقريبا؟ إيه؟ غرب شمال المسجد الهادي تقريبا. كم جلستوا في تقريبا؟ انا جلست يمكن بين 8 و7 سنين. 8 و7 سنين. إيه؟ بعدين انتقلت لفين؟ بعدين انتقلت للشرقية. ايش في الشرقية؟ فرع الشرقية. سووا فرع البريد في الشرقية. فرع البريد. اسمه فرع البريد الشرقية. إيه. نعم. وكان في ذيك الأيام مسويين جهزوا على أساس سنتران. إيه. نقلوني فيه. نعم. نقلوني على أساس تلميذ. إيه. تلميذ عادي. نعم. استلم 195 ريال. أول راتب لك كم؟ أو 195 ريال. أول راتب لك 195. وكان طلب مداح 400 ريال. معاك كان؟ إيه. إيه. طلب مداح تلميذ ممتاز. ايه. وانا تلميذ عادي، صالح الغامدي تلميذ عادي، محمد الرقيب تلميذ عادي. ايه. نحن مجموعه ترى تلاميذ عاديين. نعم. ب 195 الراتب 200 ريال. ايه. بس تنزل منه 5 ريال طوابع. طوابع. 195 الطافي. ايه. والبخاري شو اسمه الاستاذ ما كان معكم؟ منو؟ الاستاذ البخاري شو اسمه؟ لو قلت لي اسمه.
محمود بخاري. محمود بخاري في الاخير جاب. ايه في الاخير قعدت قديش في الشرقيه ومعاكم كان طلال هناك؟ ها كان معاكم طلال في لا طلال هنا في بيت حمدان. بيت حمدان بيت حمدان واظن الوالد يكلمني كان هو رئيسه في القسم ابويا الوالد حسن يسلم كان هو رئيسه في القسم بقسم ايش؟ قسم الحوالات. الحوالات نعم. هو تقريبا قريب من سنك ها؟ من هو طلال؟ طلال اكبر شويه؟ إيه؟ اكبر مني شويه اي نعم. انتقلت من الشرقيه قد ايه قعدت في الشرقيه؟ قعدت يمكن حوالي 10 سنين او 12 10 سنين. بعدين انتقلتوا للي في شارع البريد؟ بعدين انتقلنا في شارع البريد كلها حتى قفلوا حق بيت حمدان يعني هدوه ولا شيء؟ اي وسووا المبنى هذا وسووا المبنى يعني هذا المبنى مو قديم؟ لا بنوه للبريد وزارة البرق والبريد هي اللي بنته. نعم نعم. كان هناك بس بريد كان موجود فيه؟ بريد وبرق وهاتف حتى هذا اللي في شارع البريد اللي جمع عمارة البوغني كان مجمعة كلها مجمعة كلها. قلت لي كان مدير البريد حسين اسلام وسعيد وسعيد بحر مدير البرق ايه وسعيد حمد كان مدير الهاتف. الهاتف جلست كم سنين هناك قعدت يعني في ذاك الوقت كم قعدت في لان انتقلت بعدين السليمانيه انتقلت بعد السليمانيه في مبنى اخذنا المبنى حق علي بن حليب الله يرحمه إيه المبنى اللي في السليمانيه اللي بيت بن حليب نعم اللي جنب قهوه الزمريك قهوه الزمريك انتقلت فيه إيه. الين حتى انهدت المنطقه قبل لا تنهد المنطقه نقلنا في شارع شارع التلفزيون شارع التلفزيون نعم في عمارة علي الغامدي علي شوق. متى الوقت اللي كده حسيته انه بعدين عاد بعدها بفترة انتقلتوا لشارع اخر مبنى لهم اللي هو في شارع طريق الحوية طريق المطار بنوا المبنى الكبير هذا اللي هو البريد المركزي الان اللي صار اخر جاء في مدير وكان غازي بخاري